نعم في هذه الدورة اللي انطلقت يمكن من لحظات انطلق حفل الافتتاح. هذه الدورة دورة مميزة كعادتها من الدورات السابقة اللي انطلق المنتدى من 2012، واليوم يكمل مسيرته ليكمل 13 نسخة من فعاليات هذا المنتدى الذي يعد أكبر تجمع على مستوى أكبر تجمع دولي يضم مجالات الاتصال والإعلام ويستضيف كثير من الضيوف اللي هم خبراء في هذا المجال، وإن شاء الله ما شاء الله يعني نشوف اليوم الإقبال في اللحظات الأولى من اليوم الأول الإقبال كثيف من المهتمين. المنتدى يضم هذه السنة في أجندته الكثير من الفعاليات، يمكن أكثر من 160 فعالية مختلفة بين جلسات رئيسية وحوارات وقصص نجاح وورش عمل ودورات تدريبية. واليوم حتى الشباب لهم حيز كبير من هذا المنتدى في يمكن طلبة الإعلام الدارسين، تم من خلال الفعاليات الاستباقية التي بدأت من مطلع الأسبوع كان هناك تحدي الجامعات بالتعاون مع جامعة الإمارات، مشاركة العديد من الجامعات سواء من داخل الدولة أو خارج الدولة لطرح موضوع معين وإيجاد الحلول بفكر هؤلاء الطلبة اللي هم إن شاء الله اليوم طلبة وبكرة هم قادة هذه المجالات في مجالات الإعلام. وكذلك إن شاء الله يستمر المنتدى اليوم غد اللي بيشهد حفل جائزة الاتصال الحكومي اللي سجلت الجائزة في هذه السنة أكبر مشاركة في تاريخها، أكثر من تقريبا 3800 مشاركة من مختلف دول العالم، تمت الموافقة على 44 طلب إن شاء الله راح نحتفي فيهم يوم غد من خلال جائزة الاتصال الحكومي. المنتدى كل عام يطلع بتوصيات يتم دراستها وتطبيقها على أرض الواقع اللي تسهم في تعزيز أو الارتقاء بمنظومة الإعلامية ومجالات الاتصال الحكومي سواء على في داخل الدولة أو حتى الاستفادة من خارج الدولة. اليوم عندنا كثير من الضيوف من خارج الدولة ولكن كذلك مشاركين شخصيات كبيرة من داخل الدولة لنعرض قصص نجاحنا في دولة الإمارات للعالم. اليوم شارك معنا معالي عدد من الوزراء، معالي عبد الله آل حامد رئيس المجلس الوطني للإعلام اللي راح تكون له إن شاء الله خلال اليوم كلمة ملهمة في الإعلام الوطني. فالمنتدى يضم كثير وندعو كل المهتمين أن يشاركون معنا. عبد الله باختصار اليوم الجائزة في دورة الـ11 أيضا كانت هناك مشاركات لحكومات عالمية، هناك ربما المشاهد لم يعلم مشاركة من 3 دول عالمية في الجائزة، ربما قدمت نماذج كيفية أنها تكون أيضا مشركة للجمهور في عمليات رسم السياسات الحكومية. باختصار كيف ترى هذه المشاركة الحكومية من دول العالم في هذه الجائزة باختصار أخوي عبد الله؟ صح، هذا يعكس اليوم أهمية الجائزة وأهمية المنتدى الدولي للاتصال الحكومي خلال يمكن خلال السنوات الماضية رسخ مكانته أنه يكون منصة معرفية مهمة الجميع ينتظرها سنويا، ومثل ما قلت اليوم مشاركة حكومات مشاركة أفراد مشاركة مؤسسات. الجائزة في كل عام تتطور يتم إدخال فئات جديدة عليها لتتوائم مع تطورات الإعلام اللي حاصلة، فنتمنى للجميع التوفيق وندعو الجميع أن يكونوا معنا سواء اليوم أو يوم غد إن شاء الله في معرض إكسبو الشارقة.